لكن خليني اقول لحضراتكم ايضا النهارده في مباراه مهمه جدا الساعه 3 ما بين سان داونز والنادي الاهلي اللي ايضا بتمنى له كل التوفيق يا رب. الساعه 5 مازيمبي مع الرجاء والساعه 9 النجم الساحلي مع الوداد. تمام، ودي يمكن المباراه الهامه جدا الموجوده مع حضراتكم قدام حضراتكم على الشاشه اللي هتقام اليوم. كل التوفيق مره ثانيه اللي بيمثل منتخب مصر اللي بيمثل اسم مصر دلوقتي النادي الاهلي، كلنا ورا النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يرسم ابتسامه جديده على وجوه المصريين بالصعود ان شاء الله وتحقيق بطاقه اخرى في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا المعشوقه للنادي الاهلي. وكل المصريين طبعا يتمنوا ان يكون نادي الاهلي النهارده صاحب الكلمه العليا في مباراه اليوم قدام سان داونز. نشيل شويه كده من اذهاننا المباراه الاخيره زي ما فايلر قال كده في مؤتمر الصحفي. بقيه المباريات الموجوده معانا النهارده في الدوري الانجليزي عندنا ليفربول ايضا هيلعب برونوموس وارسنال هيلعب ويست هام وبرني هيلعب توتنهام. دي ابرز المباريات الموجوده في الدوري الانجليزي اليوم. الدوري الاسباني كمان في مباراه تبتدي الساعه 5 اتلتيكو مدريد مع اشبيليه، الساعه 7:30 برشلونه مع ريال سوسيداد. الدوري الايطالي هيكون في نصيب ايضا ليه في ظل طبعا اللاعب المرعب الوحيد كورونا اللي طبعا بقى خلاص المباريات من غير جمهور في الدوري الايطالي، ولكن هيبقى في مباراه اتلانتا مع لاتسيو في مباراه في الدوري الايطالي.